بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan El Sirazi. Saya dari SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik. Saya akan membacakan surah Al-Mulk ayat 1-6 dengan lagam Bayati Hijaz Nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم
وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.